في هنا في ملاعبنا في القاهرة. نتحدث عن رأي الكابتن مصطفى يونس نجمنا في هذا الحوار سريعا في شغل الجهاز الفني وشغل الكابتن حسام البدري تحديدا وأسلوب أدائه وبصمته الفنية مع الفريق في هذه المرحلة على مستوى الأداء والنتائج أيضا. كابتن مصطفى رأيك؟ لا حسام من المدربين الكبار، من المدربين اللي بيعرف يتعامل مع الماتشات ويتعامل مع اللعيبة، والناس واخدة عنه أنه هو دايما مكشر. على فكرة دي شخصية حسام البدري، يعني حسام لا يصطنعها، يعني حسام لا يصطنعها، لأن حسام لعب جنبي يعني أول واحد لعبه أنا، حتى لما نزل كنا ماتش حبي وبعدين لقيت الواد وشه أصفر، قلت له تعالى في إيه؟ يلا انا تلعب ورايا بقى، كان دايما كابتن حسن بيلعب ورايا، فالمفروض لما العب انا وحسام العب انا ورا، قلت له لا انا هلعب قدامك وعايز اسمعك وانت بتوجهني. قال لي يا كابتن، قلت له تسمع الكلام، انا هلعب قدامك وتوجهني وانا مش هتحرك على غير على صوتك. تدي له ثقه وانه هو اللي شايف الملعب وبيوجه المدافع. حسام من احسن المدربين، حسام عمل طفره في الفرقه خاصه السنه دي. السنه اللي فاتت كسبنا دوري ما لعبناش كوره، السنه دي في كوره وفي دوري، السنه دي بعتقد ان هي الطفره بتاعت حسام الحقيقه عامل شغل هايل هو والجهاز الفني والاداري بتاعه. يعني مين افضل مدافع لعب بجانب الكابتن مصطفى يونس زاملته في الملعب، لعب معاك في نفس المباراه سواء من اجيال اكبر او اصغر؟ حسن حمدي ومهر همام اكتر اتنين لعب يا حسن حمدي. اكتر مدافعين كنت متفاهم معاهم في الملعب؟ طبعا حسن علمني كتير قوي قوي. هل نقلت الخبرات دي لكابتن ماهر؟ طبعا لماهر ولحسام ومدحت وربيع ومجدي عبد الغني وشطه والناس دي كلها. لكن الاقرب لك فنيا في الملعب حسن. كابتن حسن حمدي حسن وماهر وكابتن ماهر وماهر همام الاثنين دول بالنسبه لي. يعني مين افضل مدافع في النادي الاهلي حاليا؟ انا عاجبني ايمن اشرف. ايمن اشرف من اللعيبه اللي انا زعلت لما مشيوا، لان ايمن اشرف يعني باك ليفت ويلعب سيرد باك ويلعب نص ملعب. شايفه أجاد لما الفريق احتاجه كمساك في الفترة أجاد أجاد، ودي تتحسب لحسام برضو إن قرفي ده. سعد سمير كان ماشي هايل، نزل شوية، لكن سعد سمير من اللعيبة السبرينتر خاصة لما بتلعب بطريقة الأربعة المدافعين، فسعد بيعجبني جدا برضو في ارتداده وسرعاته مع المهاجمين. الفورة اللي جاية بقى محمد هاني، يعني انا معاك طبعا مليون في الميه في الراي ده كابتن مصطفى، بس ليه قول لنا الفوره اللي جايه محمد هاني؟ محمد هاني عنده حلول مش عند اي حد في مصر، اتنين عندهم حلول مش موجودين في كل لعيبه مصر، محمد هاني وحسين السيد. وحسين السيد حسين السيد مكسر الدنيا في السعوديه. امتى يطلع وامتى يستنى؟ طب يبقى هل الانتقادات اللي وجهت له، هل انطلاقته شايفه ما كانش موفق في الفتره الاولى اللي لا مش موفق فيها؟ هو اكتر حاجه تتعب لاعب الكره عدم الثقه فيه، اكتر حاجه تتعب تاثر على مستواه. تاثر على مستواه طبعا، يبقى بيلعب مضغوط نفسيا يعني انه هيغلط. بالظبط بالظبط. فشايف حسين السيد هو ازاره بقى ازاره ليه؟ اللي كان اتنين بس بيتكلموا على ازاره كويس في مصر، حسام البدري ومصطفى يونس لما كنت بعمل في قناه القاهره. انا شايف ازاره ده يتحسب لحسام البدري انه دعمه واكد على ثقته فيه. فاكر فلافيو مانويل جوزيه احنا كلنا قطعنا جاب جون بقى في سنه وهاجمتوه وهاجمناه، لكن ازاره يحسب لحسام حقيقه. يعني حسين السيد شايف انه محتاج ثقه من الاعلاميين ونقاد رياضيين ثقه من المدير الفني. المدير الفني مع احترامي للسيد طبعا الاعلام طبعا فوق راسنا، لكن المدير الفني هو اللي بيدي الثقه. بس في ناس شايفه فعلا بقى ان محمد هاني قصه ثانيه خالص، انه ناشئ صاعد باين من اليوم الاول انه متكامل كلاعب وانه ممكن يبقى لعيب كبير. بص انت عندك اربعه خمسه يصنعوا الفارق في منتخب مصر، محمد هاني، صالح جمعه لما دماغه تتعدل، ها مين تاني يا مصطفى؟ طبعا مع صلاح ومع محمد ابراهيم. محمد ابراهيم زمالك، محمد ابراهيم ده لو خد وخد ثقه هيبقى محمد صلاح الثاني. اسمه ايه دوت؟ حسين الشحات. حسين الشحات، حسين الشحات لعيب كويس قوي. في ولد ما اعرفش اسمه ايه اللي بتاع انبي اللي قال لك انا عايز اروح النادي الاهلي، محمد حمدي مش عارف ايه الثاني اسم صعب كده الثالث، ده لعيب كويس قوي. احنا عندنا اسلام محارب. اسلام محارب لو خد السنه دي هيروح كاس العالم. اسلام محارب يعني الحقيقه في ثقه في مستواه في مشاركاته مع الفريق. مين تاني يا مصطفى؟ اعتقد يعني اجاي بيعجبني وما بيعجبنيش. محمد حمدي زكي اللي قصدته. محمد حمدي زكي لا مش محمد حمدي، لا حاجه تانيه، جنش ونش حاجه كده، قشطه ولا ما اعرفش بتاع انبي. قفشه فكروني بالاسم. قفشه ده لعيب كوره، لعيب كوره، لعيب كوره يعني فوره.
طيب اخيرا كابتن مصطفى، الجيل الحالي من اللاعبين على مستوى الدوري المصري كله، هل فيهم مساك تتمنى وجوده في النادي الاهلي او شايفه ممكن يبقى اضافه كبيره للاهلي ومنتخب مصر، ولا مفيش حد لفت؟ محمود علاء لاعب نادي الزمالك اللي كان بيلعب اعتقد في وادي دجله وراح، ده من اللعيبه. الولد الثاني اللي جنبه كمان الونش ده لعيب كويس قوي، وكان في ولد اسمه محمد مجدي كان بيلعب في مصر راح الزمالك وبطل هناك. دول من الثلاثه دول من احسن الناس طبعا، مع حجازي مع رامي ربيعه، يعني دول الفوره يعني. بشكرك جدا على وجودك معانا، اسعدتنا بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله يتكرر قريب اللقاء ده ونسمع كل الحكايات ونطلع مبروك كل مبروك النجمه الرابعه للنادي الاهلي. الله يبارك فيك كابتن مصطفى، ودايما النجاحات دي. وبعدين الناس عشان توصل للنجمه الرابعه عايزه لها 400 سنه، وهي دي قيمه واسم النادي الاهلي. والنادي الاهلي لا يقارن بحد، ورئيس النادي الاهلي لا يقارن بحد، فارجو ان تكون الرساله وصلت. مشكورك جدا، وكلام اكثر من مهم واكثر من رائع. نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا كابتن مصطفى يونس، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. سعيد جدا، وبشكر اسره الاعداد وكل الناس اللي في القناه طبعا. شكرا على وجودك معانا في الاهلي في كل مكان، وبنسعد بوجودك معانا دايما في بيتك في قناه النادي الاهلي. مشاهدينا هنعود بعد قليل ونتحدث عن تفاصيل كثيره جدا مع ضيفنا الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوسي، ولكن هنتوقف الان ايضا مع لقاء تم اجراؤه مع سفيرنا في الجابون على هامش المتابعه ايضا لمباراه الاهلي مع بطل الجابون في بطوله افريقيا او دوري رابطه الابطال الافريقي لكره القدم. نتابع معا هذا اللقاء.